So we're reciting from Surah Al-Infitar, inshallah, Sana Surani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, I'm going to say Surah Al-Infitar today. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha as-sama'u fatarat wa idha al-kawakib intathrat. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تكبير تكبير الله أكبر تكبير الله